السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عبر أثير قناتي في إمتوكل للثقافة والتواصل والإبداع الفني الشبابي. مرحبا بكم مرة أخرى بعد غياب طويل. اليوم جبت لكم واحد البرنامج جديد اللي هو أفيد واستفيد، من خلال غادي نستافدوا جميع ونفيدوا بعضياتنا إن شاء الله بحول الله. في حلقة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على لابليكاسيون لا سي ان اس اس، اللي هي برنامج جميل جدا. يعني غالبية الناس كل اللي عارفوه كل اللي ما عارفوش، يعني بحكم الثقافة ديال الإنسان والوعي ديالو، يعني هاد لابليكاسيون فيها مختلف التقنيات والوسائل اللي قد يعرفها الإنسان فيما يخص بالتغطية الصحية. يقدر يعرف منه الخلاص ديال الوليدات، يقدر يعرف منه انقطاص ديالو إذا كان خدام مع شي شركة، يقدر كذلك إذا كان مطول ماشي شركة وبغى يعرف انقطاص ديال التقاعد واش قرب يوصل ولا مازال، وكذلك كتعرف لو دوسي ديالك واش ترمبورسيتي فيه ولا مازال. على بركة الله نبداو الشرح إن شاء الله بحول الله. ولكن إذا كنت كتفرج القناة ديالي أول مرة، ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. وما تنسوناش كذلك تخليوا تعليق، وإذا كان عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح مرحبا بكم عبر الرابط الإلكتروني اللي هو tvmtukal@gmail.com. لنبدأ على بركة الله. كنمشيو لابليكاسيون وهي الواجهة فضاء المؤمن اسباس اسيغي، كنكليكيو على فضاء المؤمن، كنمشيو لماكارييغ يعني باقي داخل الكونت ديالي، يعني فوتغ سيسيون اي تيرميني. هنايا راه تسدات، هنايا غنحاولو ندرقو هاد رقم التسجيل ديالنا. وهنايا كاينة كلمة السر، يعني أول خطرة كتدخل لابليكاسيون وكتبغي تسجل فيها، أول حاجة كيتبادر الديه ديالك شنو غادي دير، يعني خاصك تكريي كونت. كتمشي كتكليكي على كريي أن كونت، من بعد كتدخل هنايا النيميرو ديال الماتريكول. يعني غالبية الناس اللي خصهم يعرفوا أن الماتريكول كيفاش خاصو يتخاد. قبل ذلك باش يلا كتدخل شي شركة نورمالمون كيعطيوك واحد لابيريود، كيقولوا لك بيريود دي ساي، كيشوفوك واش كتستحق هذاك البوست باش تخدم فيه ولا لا. كدوز فيه على سبيل المثال 6 شهور ولا انو واحد العام، من بعد كيقوم بالديكلاراسيون ديالك. وتايا ما كتكونش عارف انك واش مديكلاري ب 13 يوم ولا ب 26 يوم، يعني ما عارفش. من بعد كيخرجوا لك واحد البطاقه كتمشي كتجيبها من لاجونس ديال لا سي ان اس اس الاقرب ليك في المنطقه ديالك او الحي ديالك. يعني هذاك الماتريكول هو اللي خصك تدخلو باش تسجلو هنايا ان شاء الله. وهنايا ان النيميرو ديال سيني باسبور سيجور، يعني هنايا النيميرو ديال لا كارت ناسيونال ديالك كتدخلها حتى هي، تكون هي هذيك، ما يكون حتى شي غلط. وزياده على ذلك كاين هنايا هذا دوني سوس تاريخ الازدياد، حتى هو خاصك تكون هو هذاك اللي مسجل هذاك في لاكارت ناسيونال، هو اللي خصو يكون عندك كذلك في سميتو في هاد لابليكاسيون باش ما يكونش واحد الاختلاف. وكذلك الايميل خاصك تكون سور هاد الايميل هذا هو اللي كتستعمل بزاف، يعني ديالك بيرسونيل. ولا ما كانش عندك شوف شي واحد من العائله ديالك ولا الام الاب ديالك يكون عنده الايميل، وهنايا كتعاود هذاك الايميل كتكونفيرميه، يعني يكون الايميل بيرسونيل خاص بك، يعني باش تعرف المعلومات وادق التفاصيل اللي كيوصلوك. يعني قلنا الايميل ومن بعد كنكونفيرميه، والهاتف النقال ديالك كذلك كتدخلو هنايا في لابارتي لا تليفوني.
وزيادة على ذلك باش تكونفيرمي لك هذا التسجيل خاصك دير هنايا الكود هذا، يعني بالماجيسكول بالحرف، يعني ما تزيد حتى شي حرف. الحرف اللي صغير دير مينيسكول، الحرف اللي كبير ديرو ماجيسكول، يعني سيزي لو كود، كدير الكود هنايا، وفي حالة الا غلطتي راه كيعطيوك عاوتاني كدير اكسياليزي، كيعطيوك كود واحد اخر. من بعد كدير فاليداسيون. اش كدير الفاليداسيون اسيدي؟ كيوصلك واحد الميساج في لابواط الجيميل ديالك. اش كيتوصل في لابواط الجيميل ديالك؟ كيقول لك انك اسيدي فلان فلاني راك تسجلتي معنا، مرحبا بك في صندوق الضمان الاجتماعي. كتوصل في الميساج ديالك عبر رسالة نصية بلابواط جيميل. والإشارة بغيت نذكر لكم أن هذاك الكود فاش غادي يجي لكم، ما يجي لكم تقريبا حتى على واحد بعد 20 يوم، تقدر توصلوا به عن طريق الفاكتور. أي الفاكتور يجي عندكم حتى للدار، وإلا ما جاش هذيك الساعة يمكن لك أنت تمشي حتى لاجونس تاخذ السيرفيس ديالك، يعني تاخذ السيرفيس وتقول لهم راه تسجلت في الكونت تقريبا 21 يوم، وكيشوفوا السيستم من بعد كيعطيوك الكود. انت هذيك الساعه كتجي كتدخلوا هنايا، نوريكم الطريقه فاش كدير فاليدي. يعني اسمحوا لي الى ما دخلتش سميتو، كندوي شفويا باش تعرفوا كيفيه التسجيل. يعني نديرو انيولي، او نضرب واو ثاني الكود ديالنا كنديرو هنايا. فاش يلاه كتوصلوا بهذاك الكود، عفوا اش كتوصلوا به عن طريق الوكاله، سواء تقدر يجيكم في ميساج ولا يجي عند الفاكتور حتى للدار، باب ديال الدار. كتجي يا سيدي كتدخل النيميرو ديال الماتريكول ديالك هنايا، وكتدخل كلمه ديال السر. اش كتدخل الكلمه ديال السر؟ راه كتكون تقريبا من 5 الارقام. كدير فاليدي. اش كدير فاليدي؟ غادي تفاليدي هنايا، غندخلو ديالنا هنايا باش نوريكم كيفاش. اش كدير فاليدي؟ مثلا دخلت ديالي، كتمشي هنايا كتمشي مون كونت، هنايا كتشونجي المود باس، كدير هاديك لونسيان مود باس اللي كان عندك القديم اللي فيه 5 الارقام، ونتايا كدير نوفو مود باس الا بغيتي تسجل دير واحد اخر باش تبقى عاقل عليه، ومن بعد كدير فاليدي. وكذلك لادريس الجيميل الا بغيتي تشونجي حتى هو، الا من بعد باش توصلتي بالكود ديالك وليتي عارف، بغيتي دير واحد بيرسونيل ديالك كذلك نفس العملية. كدير الايميل القديم وكدير هنايا الايميل الجديد وكتكونفيرمي، ومن بعد كدير فاليدي. انا غادي ندير هنايا سميتو انيدي، من بعد كطلع لك هاد الواجهة بانك راك تسجلتي وعرفتي هاداك الشيء اللي باش تعرف هاداك الشيء اللي خاصك تشوف. يعني بحال هاد لابارتي هادي ما كارير، كطلع لك لابارتي الكارير ديالك كامل، ولا بارتي ديال ما فامي، كتشوف العائله ديالك سواء الابناء ديالك والزوجه ديالك، وكيف ان المون كونت كتشونجي فيه سميتو لي مود باس ديال الجيميل والمود باس ديال الكونت ديالك. وهذه هي الخاصه بالتقاعد، يعني باش كتعرف النسبه ديالك ديال التقاعد. وهنا دي كونيكسيون فاش كتخرج، وهذه لي بريستاسيون هنايا، هاي الوكاسيون فاميليال كتعرف سميتو، يعني واش فلوس ديال الوليدات دازو ولا ما دازوش. هما مثلا هاد لابارتي هادي هاي داز، هاد لابارتي شا هاي دازت، هاي في لو دو ديس، يعني ان انفون لو دو ديس، يعني من الاول ديال العام حتى سميتو حتى لهاد لابارتي هادا 2020. هنايا لي زاسيرونس اوبليغاتوار، هنايا ان ديمينيتي جو ناري دو لا دي ماتيرنيتي، اذا كانت هذه خاصه بالنسبه للعيالات اللي عندها لا سي دي اس،
وهنايا رومبورسمون دو كوتيزاسيون دو سالير، يعني هذاك الدوسي اللي يدفاسي، وهنا الخاص ب سبيسو فقدان الشغل، يعني هادشي اللي كاين هنا لي بونسيون، ما كاين اوكان دوسي بونسيونيل، يعني هادشي اللي كاين احبتي في الله. ونتمنى ان شاء الله نكونوا من حسن الظن ديالكم. الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وردوا علينا بتعليق وبلايك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. تحياتي لكم، كان معكم موفد قناة تي جي ام توكال جوجو مهدي، الى موعد لاحق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.